السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح الدرس الرابع وهو درس الزكاة. لمن هذه النقود يا أبتي؟ إنها لمستحقيها يا بني من الفقراء والمساكين وغيرهم. هل هي من الصدقات يا أبتي؟ هذه زكاة أموالي يا بني، وكما تعلم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضها الله تعالى في أموال الأغنياء بشروط معينة. هنا الزكاة هي مقدار من المال فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء لمن يستحقها الفقراء وغيرهم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا هنا تطهير النفس، هنا ماذا؟ تطهير النفس وتزكيتها. بعد ذلك عندنا في الآية الثانية البركة في المال، وأخيرا في الآية الثالثة هي تثبيت أو أواصر المودة. بعد ذلك عندنا تعاون مع زملائي في حل المشكلات حسب البنود. عندنا هنا في السؤال الأول تحديد المشكلة التي يعاني منها هذا المجتمع. طبعا عدم إخراج الزكاة، المشكلة هي عدم إخراج الزكاة. أما أسباب هذه المشكلة عندنا البخل و الشح. آثار هذه آثار هذه المشكلة على المجتمع: زيادة نسبة الفقر، اقترح حلولا لهذه المشكلة. النصح والتذكير بفريضة الزكاة، عندنا أصل العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. حكم الزكاة هي واجبة، الزكاة هي عبادة مالية. هي ماذا؟ عبادة مالية. ما بين أهمية الزكاة في الإسلام؟ طبعا هي الركن، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، عندنا هنا أكمل الجدول الآتي. عندنا المزكي تطهير من الشح والبخل، المستحق لها تطهيره من الحقد، المال البركة، المجتمع التعاون، عندنا رابعا: ما الجوانب الاجتماعية التي تسهم فيها الزكاة في حالها؟ طبعا هنا القضاء على مشكلة الفقر، خامسا قم بزيارة لجنة
الزكاة في ولايتك بصحبة والديك للتعرف على أدوار والديك، ثم اكتب هذا التقرير. طبعا هنا اللجنة الزكاة الولاية هي اللجنة رسمية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، طبعا تقوم بجمع الأموال الزكاة وحصر أسماء الأسر المستحقة وتقديمها لمن يحتاجها. هذه هي الأسئلة.